معروف بكل العالم وبالعواصم الكبيرة إنه بخفف عن المواطنين الغلا وبيقدروا يشتروا يلا عايزينه بأسعار رخيصة. بس نحنا شعب غير شكر حتى بالأسواق الشعبية، كيف منفضلها؟ كيف منحبها؟ وشو ردة فعل سناب عنا؟ رح نشوف مقطع من هالسكاتش الأسواق الشعبية. نشوف شو عنا أخبار اليوم. هلكني رفيق، هلكني، فوتني بالحيط رفيق، فوتني بالحيط. قال بده يعمل سوق شعبي، قال اتصور ايماجين توا بعد ناقص انكور مونكان سوق شعبي. لك شو في، شو بك، شو قصتك يا عمي؟ شو القصه؟ ولا مش عايش، مش عايش بهالبلد انت؟ مع شوي كانوا مرقونا هذا المشروع تبع المارشي بوبوليت وبيعونا اشي هيك بالسوق. يي دخلك انا شي قرف. يي 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 كل هوب كل هوب. شو في؟ سمعتوا اخر خبريه؟ نو كيف نو، هلا خبرتك اياها. شو بك؟ زيت القصه؟ قال بدهم يبيعونا هيك اشياء سور لي باست. شو هيدي لي باست؟ لك لي باست بسطات، يعني مثل ايام زمان. ليره ليره ليره، حي الله تعب ليره، فورين ليره انكسر، نسيتهم دغري. ايه حياتي؟ جوزك توم مارين نايب، يعني اللي بيعطي الهم الناس ومصلحه الشعب، ما اخذ موقف من هيدا السوق اللي ما بيتسمى؟ مو مارين جن اول ما عرف، وقال لي قد ما كان اخذ على خاطره ما رح خليهم ابدا يزقوا ب 6000 سنه حضاريه. برافو. وقال لي هولي الحضاريه مش للعب، بعده لهلا ما نام. شو رح يقول بيير؟ شو رح يقول ايف؟ لك مين هن هدول بيير وايف؟ مين هن بيير وايف؟ عائلة كاردان وعائلة سان لوران حبيبي. بيت علي عز الدين، منيح انهم عرفوا بالخبريه، كانوا جرسونا. ايه حياتي توم ماري لونيب الاخضر واليابس شو عمل؟ اللي ما بينعمل. شوف هو كان ضروري يفوت على الوزارة ويصير يشتغل من جوا، ونحنا كنا من الأول موعودين يا منصير من جوا يا نون لهيدا السوق يلي ما بتسمى. اوعى تسميه لي اسمه كامل، دخيلي يا جرصتنا قدام جورج الأرمني. ياي ياي مين هو هيدا كمان الأرمني؟ جيوزجو أرماني يا بشر عادي. أرماني اللي حياتي ما شفته تلفزيون، ما سمعت أخبار. يا أختي ما عم بيصير لي دير حمو ماري، عامل كونفرنس دو بريس ولا ما خليلن ولا بقيلن. شو قال لهم توم ماري الديبوتي؟ قال لهم هيدي مؤامرة على الوطن، مؤامرة على الشعب، عم بتدقوا بكرامة الشعب اللي كله حوين. عنفوين تقصد فيها؟ هيدي عنفوين. عنفوين أو حوين، ما هي زيتها. شو بك عم تتفاسل على المرة؟ هاي شو عم بعمل؟ عم تتفاسل علي على المرة. وقال لهم مو ماري فيكم تتخيلوا كيف رح تشموا ريحة السمك بهيدا السوق اللي ما بتسمى. دخلك العين رقاد حياتي. هلا إذا كان لقوز أو سلطان أو سمو طازة، نحن مع ريحته تسلم لريحته. ريحة مين؟ جوزك توم ماري؟ السمك السمك. السمك مو ماري قال لهم احذروا أي نوع سمك رح ينزلوا بهيدا السوق اللي ما بتسمى. إيه دخيلك شو؟ حياتي رح ينزلوا البزري والمضمور والعظمود، يعني السمك الرخيص تبع كل الشعب. منيح ما سمعونا فيرساتشي ولا جرفيلد. يا تعتيري يا تعتيري، انا تصوروا اسكادا وشينوني تحت الخيام يا ارى ملا جرسة. ايه دخليك وشو عملوا الموجودين؟ ثلاثة أربعة نقلناهم على الحركة على المستشفى، ما صدقوا اللي سمعوه من جوزي. وجوزك شو عميل؟ غصوته حكبته الرشفة، لحقناه ما زهده ما يسكر. يا شيرين ما جوزي بيقتل حاله كرمال الشعب. بعرف بعرف شيرين، ما جوزك كل ثلاث أيام أربع أيام مرة بيقتل حاله كرمال الشعب، بس منيح إنه النواب اللي عنا بسبعة ترويح ما بيصير لهم شيء. شو بدهم يعملوا؟ سوق يلي ما بيتسمى. ناقص بعد يصير في سوق عنا واسمه سوق شعبي، ما يعود فينا حتى نسوق والدولة بقلبي قلبي. ناقص بعد يصير في سوق عنا واسمه سوق شعبي، ما يعود فينا حتى نسوق والدولة بقلبي قلبي. نحنا شعب كتير كلاس، مية قلبي ولا غلبي، شو بيقولوا عنا الناس؟ هاي مش مصيبة دربي. صور بكره البياعي عم بتصرخ على العالي، كيس خيارك ليمنتين ومازب نحنا وصومالي. ما فيك تدعس الله يعي حالتنا تصفي حالي، باخر هالقرن العشرين ريحه وهمي وزباله. لا مش حالي ومش معقول رح نكبر يا جماعه، شيلوا ترين ومش مقبول هيك بساعه سماعي. حطوا بسطة خسفور خايفين من المشاعة، يرحم بي الكان يقول يلعن بي هالساعة.
الله.